مباراة كبيرة منتظرة، أجواء ساخنة اليوم، الكل يبحث عن تحقيق الانتصار. دقائق قليلة تفصلنا عن بداية هذه المواجهة، برشلونة سيقابل نادي الملك ريال مدريد. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من كاتالونيا وتحديدا من مدينة برشلونة، نرسل لكم أجمل تحية ونتمنى لكم مباراة ممتعة. وكما هي العادة سأكون معكم فارس عوض من كابينة التعليق، ولقاء اليوم يأتي ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني. فريق برشلونة يواجه فريق ريال مدريد، نريدها مباراة قوية وكبيرة من الفريقين، نتمنى بأن نستمتع بهذه المواجهة قدر المستطاع، وأن يحاول كل فريق أن يقدم كل ما لديه في ظل أجواء رائعة ومثالية. ولا مع تشكيلة فريق البارسا في مباراة اليوم، واضح استخدام طريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة مع الاعتماد على المهاجم الوهمي. ريال مدريد الآن أمام حضراتكم، في المرمى يتواجد كورتوا، سيرخيو راموس سيلعب بجوار رافائيل فاران في الدفاع، توني كروس سيبدأ مع كاسيميرو في خط الوسط، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. أجواء كبيرة في ملعب المباراة، شغف كبير بين الجمهور، حقيقة جمهور كرة القدم قد يكون الأكثر عشقاً وإخلاصاً بين بقية الألعاب الرياضية. في وقت الفوز يحتفلون ويعيشون أجمل لحظاتهم، وفي وقت الخسارة يساندون فريقهم ويهتفون له بأنه لن يسير وحيداً أبداً. ليونيل ميسي، توني كروس، كاسيميرو، كريم بنزيما. كرة تصل لتوني كروس، لوكا مودريتش، ملعوبة إلى ماركو أسينسيو. كروس ومحاولة خطيرة، تدخل وإبعاد الخطورة. ثنائي مميز من الفريقين سيعطي لهذه المباراة قيمة إضافية ومباراة خاصة وتنافس كبير بينهما في الملعب. الاثنين يقدمان أداء رائع في الملعب ولديهم موهبة واضحة للجميع. ميسي بيعدي فيها، ميسي بيمر، الله على المرور. جيرارد بيكيه، كليمان لانجلي، مستمرون في نقل الكرة، أي دقة، أي سرعة، حافظين بعض، يا سلام على الاستحواذ. توني كروس هنا في مكان خطير، ملعوبة إلى كاسيميرو، أسينسيو، دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة، كريسمان يتقدم بالكرة، كاسيميرو، كريم بنزيما عند الكرة في مكان خطير، يا لحيب الله على التمريرة، يا رب على الكلاسيكو، الريال ينجح، مدريد يتقدم، هدف أول في هذا الكلاسيكو، أجواء تختلف، إثارة تستمر، مدرجات تشتعل، ريال مدريد بالضربة الأولى. نشوف الهدف مرة أخرى، بينية خطيرة لعبت بشكل سليم، ومن ثم نهاية الكرة في الزاوية القريبة من حارس المرمى، كان ممكن أن يتصدى لها. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. El dueño de una berlina negra. Sergio Busquets. Que se acerque al parking, por favor. كرة تصل إلى لونغلي،
أنطوان جريزمان. ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. كاسيميرو. ملعوبة إلى كروس. انطلاقة هجومية لريال مدريد. توني كروس. كرة عند كاسيميرو. ممتازة التمريرة إلى أسينسيو. رأسية خطيرة لكن تصدي ممتاز من حارس المرمى. جوردي ألبا. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. فرصة تنتهي والكرة مع الفريق الخصم. كاسيميرو. توني كروس. فينيسيوس جونيور. كرة تصل لتوني كروس. كاسيميرو. ماركو أسينسيو. لوكا مودريتش. كاسيميرو. هلا مع كريم بنزيما. سيرجيو بوسكيتس. ملعوبة إلى بوسكيتس. ديون. حلوة البينية العالية. ليو ميسي. ملعوبة لعثمان ديمبلي. قطع للكرة عن طريق راموس. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. بالنظر في أداء لوكا مودريتش في الشوط الأول، سجل هدف مهم لفريقه. كان هدف التقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. شوط أول كان لمصلحة الريال، ننتظر ونشاهد ماذا سيحدث في الشوط الثاني. لوكا مودريتش. ملعوبة إلى كاسيميرو. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. كريم بنزيما. كرة مع توني كروس. وتقطع تمريرة كروس. سيرجيو بوسكيتس. كرة مرتدة فيها خطورة. فرصة واحد على واحد الآن. كرة مرتدة مثالية تدرس. كل شيء كان فيها حسب الخطة. التحرك، نقل الكرة، استغلال المساحة. الكرة وجدت طريقها إلى المرمى. الله على هذه الكرة. شوف الإعادة من جديد. يا سلام على التمريرة الفنية ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. في التعادل إذا، النتيجة الآن 1-1. يا سلام على التمريرات. لوكا مودريتش. لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. مدرب أصحاب الأرض يفكر بالتغيير الآن. كاسيميرو. هجمة مع ريال مدريد. نصف ساعة تفصلنا على صفرة نهاية المباراة. ليونيل ميسي. ملعوبة إلى ميسي. كريزمان. سيرجيو بوسكيتس. ممكن التقدم الآن. المرمى خالي، يضع الكرة في الشباك. أوه على هذه اللقطة. ما
مثل هذه الكرات، حلم لأي لاعب أمام المرمى أن يكون المرمى خالي أمامه وبدون أي مجهود يذكر، يضع الكرة في المرمى، هدف مضمون بنسبة 100%. إحباط وحسرة واضحة على وجه المدرب زين الدين زيدان اللي يتمنى بأن فريقه يتحسن ويتمنى بأن يرجع للمباراة. ريال مدريد يتأخر الآن. الكرة بتروح من ريال مدريد، كما نشاهد الآن البارسا ليس الطرف المستحوذ على الكرة في مباراة اليوم، يعتمد الفريق على أسلوب آخر في هذا اللقاء، وحتى الآن ناجح جدا في التقدم في النتيجة. المهم في كرة القدم المساحة أمامه في هذه اللحظات، يا رب هدف يأتي الآن، والبارسا تقدم بفارق الهدفين الآن. مع الإعادة للهدف والتمريرة البينية الجميلة من ليونيل ميسي، بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة لتسديدة مهارية في الشباك، هدف جميل بدون شك. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. وقت التغيير الآن للفريق المستضيف، واضح أن المدرب اتخذ قراره. سيرجيو راموس. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. ماركو أسينسيو. دانيال كارفخال. وصلت إلى ماركو أسينسيو. يعيدها لوكا مودريتش. مستوى خيالي يقدم الفريق في المباراة، سيطرة تامة على مجرياتها حتى الآن. برشلونة يبدع ويمتع ويقنع الجميع ويستحق هذه النتيجة وهذا التقدم. الأداء المثالي الكبير حتى الآن يسعد به العشاق، حسم الأمور، جماهيرها تتمنى بأن لا تنتهي هذه المباراة. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. مودريتش. كرة عند أسينسيو. ضاعت الكرة على لاعبي برشلونة. انطلاقة هجومية لريال مدريد. الحكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. سيرجيو بوسكيتس. صافرة نهائي مشاهدينا تأتي لتعلن عن فوز البارسا وحصد نقاط الثلاث. فوز مهم تحقق وثلاث نقاط تضاف لرصيد الفريق. لا يهم إذا كان الفوز عريضا أم لا، المهم بأن تحقق. من قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة، تمكن من تسجيل هدفين، ساهم ايضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضيه عن اللي قدمه، هو نفسه ايضا سيكون سعيد بمساهمته.